يا جماعه لو سمحتوا لو سمحتوا يا جماعه يا جماعه احنا بنتكلم على ابوكم واحترم الراجل اللي بيتكلم يا شباب يا راجل يا ريس لو سمحتوا احترمنا عايزين نسمع الراجل لو سمحتوا اتفضل. هو التجريب في السينما العالميه معروف طبعا جزء من له مهرجانات وكل حاجه ومعظم المخرجين بداوا بالتجريب. لما جيت تجرب في الراب نفسه الراب مش مصري مش فن مصري الفن المصري بتاعته او والاغنيه العاديه لكن لما جيت تجرب وعارف ان ده مش فن مصري وفن شمال افريقيا اكثر منه يعني انا كنت في الرباط في اغنيه خديجه مكسره الدنيا في المعارض بالاسباني وكل اللغات موجوده راب وماليه كل الفلوس وكل الاماكن راب كل حاجه عندهم راب مش حاجه ثانيه غير الراب اكثر فن منتشر. ما كنتش خايف ان الشعب المصري ما يتقبلش ده وخصوصا انك انسان بتجرب يعني لما دخلت التجربه دي ده سؤال. السؤال الثاني تختار ايه؟ طب اقول لك برضه اختار ايه؟ السمك عندي الجزء الاولاني ده انا طبعا شكرا للسؤال ده لانه في حاجه قويه الراب اقدر اتكلم منها في حته مهمه جدا. الراب اقول لك على حاجه انا بعتبر الراب ده هو مش حكي على حاجه مش على غلط بدليل انا في الالبوم الاولاني قلت معلومه عكس دي قلت اسم الالبوم بتاعي اصله عربي وبحكي ان الراب اصله عربي ازاي؟ انا حضرت في وقت الثمانينات كان ساعتها كنت في الامارات في الوقت ده كانت لسه يعني في البدايه خالص كان كل جيراننا جنوب من امريكا بيشتغلوا في البترول هناك فكنت حاضر هناك في بدايته لسه الاسطوانه والهاوس بارتي ويشغلوا يتكلموا على يعني كان في نفس الوقت هناك الناس العرب يردوا على بعض وقعدت ادور على القصه دي ما كنتش صح الوقت ده تمام كده. الوقت ده لاحظت حاجه ان احنا لما جيت اقرا في التاريخ شويه في حته هتستغرب ان حتى التكنيكس بتاعت الراب مترجمه من العربي زي الهجاء احنا بنسميه في الراب ديسك فلان بيدس فلان الهجاء كده. الحكايه بدات من جزء الجزيره الناس كانت في مبارزات كلاميه نزل القران ساعتها يعجز في هذا الوقت وكان فكره الفري ستايل اللي كنت بقول لك عليها دي واحد يالف كلام اسمه عندنا الارتجال فن الارتجال هو كل الاسم ليه معادل في الانجليزي بتاعه. في الوقت ده كان العرب في قمته لدرجه انك لو اهجوك ب 100 بيت ببحر معين بترد عليه نفس البحر لحد ما جه الفراهيدي. الفراهيدي هو اللي خد باله من فكره الامريكان يسموها السيلابس اللي هي الايقاع اللفظي. جرير والفارس ده عملوا نفس عملوا ده في الهجاء لكن الفراهيدي عمل فكره الايقاع في اللفظ الكلام اللي ليه ايقاع. جاله منين؟ هو ماشي سوق طرق السيوف سمع طيب سمع الباعه جاب فكره الايقاع فعل وضعه في اللي هو بالظبط ده خده حطه في الكلام بقى في ايقاع بس من غير الباركيشنز او الالات. كان في تجاره طبعا ما بين شبه الجزيره ودول كثيره وراحت الفكره نفسها لما راحت لافريقيا راحت هناك عندهم هم فكره الايقاع الافارقه عندهم الايقاع فالموضوع بقى هناك ولما تاخدوا هم عبيد في امريكا لو كان يضغط عليهم ولا يحصل عليهم ضغط عنصري لما كانوا يتناقشوا ولا يقولوا بيعبروا بالتنقيد ويقولوا عليه الكلام ده فهي ثقافه تشوف باديه من فين ورايحه فين. هو مش لما تقول دلوقتي انا في رايي ان خلاص احنا العالم اتفتح على بعضه بقت الحاجات زي ما بقول لك فايبرنت اللي هي هجين او بقت كل الفنون هجينه في بعض او دلوقتي صعب تفصل زي الفن غزه مش ممكن تعمل بيور ما كانش مستحيل الجدود لازم داخل فيها حاجه. الفن ده نفسه انا في رايي ان هو قالب زي الفيلم ما ينفعش نقول الفيلم شيء صناعه الفيلم شيء فرنساوي فاحنا ما ينفعش نعمله كمصريين بالعكس ممكن يبقى محلي جدا في حاله ان احنا ناخده من موروثنا الثقافي من وجهه نظرنا. فرأيي ليه بقول لك صلاح جاهين راب بالنسبه لي؟ هو راب بس من غير بيت. لان الكلام ده انا اقول لك انت بقى الراب يبقى غريب ومحدش يسمعه. انا شخصيا ما بسمعش. لما اقعد اكلمك واعمل لك كده واقول لك يا ماني ده كلام انا بستفزني ولا يمكن اسمعه بس رجوز يعني. في تحليل موسيقي لسيد درويش لما عمل مقصود كنداس صباح